تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية ملفنا الرئيسي في حلقة اليوم. تونس تحيي الذكرى 86 لعيد الشهداء. وفي حكايتنا المغاربية نذهب إلى مدينة ودان الأثرية، واحدة من أهم مدن موريتانيا. من قلب القاهرة عين ثاقبة تجوب بلاد مغربنا العربي وتأتي بكل جديد نقدمه لكم في هذه الساعة المغاربية. بدايتنا وملفنا الرئيسي اليوم عن الانتخابات الجزائرية المبكرة، حيث قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر المقبل بدلا من ديسمبر، وأثار القرار جدلا واسعا، حتى أكد تبون أن هذا التقديم يعود لأسباب تقنية لن تؤثر على سير الانتخابات، خاصة وأن هذا الموعد يصادف نهاية العطلة الصيفية. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. جدل شعبي أثاره قرار تبكير الانتخابات الرئاسية في الجزائر، فبعدما كان من المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، تم تحديد 7 سبتمبر موعداً للاستحقاق الرئاسي. قرار الرئاسة الجزائرية تبكير الانتخابات جاء في أعقاب اجتماع لمسؤولي الدولة برئاسة عبد المجيد تبون، وضم رؤساء كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية والحكومة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قائد أركان الجيش ووزير الداخلية. الجدير بالذكر أن ولاية رئيس الجمهورية في الجزائر تمتد ل5 سنوات، وبعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أقيمت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر عام 2019، حيث فاز الرئيس الحالي ب58% من إجمالي أصوات الناخبين في البلاد، لتنتهي الفترة الرئاسية الأولى لعبد المجيد تبون في ديسمبر المقبل. تفسيراً لحيثيات القرار، قال الرئيس الجزائري إن سبب إعلان تبكير الانتخابات الرئاسية يعود لأسباب تقنية لن تؤثر في كيفية سير الانتخابات، ويرى تبون أن شهر سبتمبر هو بمثابة الوقت المناسب لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة أنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية العودة للكثير من الجزائريين في الداخل والخارج، حيث يستأنف العمال والموظفون أعمالهم بعد الإجازات الصيفية، مما يكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم. قرار تبكير الانتخابات أثار التأويلات وأحدث جدلاً بين المراقبين والمواطنين، بعدما صرح الرئيس تبون بأن الوقت غير مناسب لطرح موضوع ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وينضم إلينا من الجزائر الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية. أهلاً وسهلاً بك دكتور رضوان. بداية، أثار قرار الرئاسة الجزائرية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الكثير من التساؤلات، يعني دعنا نبدأ بالأسباب التي ترى أنها وراء ذلك القرار. أولاً مساء الخير سيدتي الكريمة لك وكل إخواننا في مصر. طبعا قرار رئيس الجمهورية وهو المخول دستوريا باستدعاء الهيئة الناخبة أثار الكثير أو أثار الكثير من الحبر، على الأقل حتى لا أقول أثار الكثير من الجدل، لأنه لا يوجد جدل بقدر ما يوجد تهويل للقضية من طرف بعض الأطراف المعروفة لدى العام والخاص التي أرادت تشويش على هذا الموعد الرئاسي المهم بالنسبة للجزائر، بالنسبة للجزائريين. ومسألة الانتخابات المسبقة هي ليست بالمسبقة بشكل كبير، ولكن بشكل طفيف جدا، وهو مدة أقل من 3 أشهر على الموعد الحقيقي.
لذلك أعتقد أن الرئيس أجاب عن السؤال وقال أنها مسألة تقنية، وأنا أقول أنها مسألة إجرائية تخص الجزائريين، لأنه استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بداية شهر جوان المقبل، أي مرحلة الانتخابات والانتهاء مرحلة العطلة عفوا والانتهاء من أهم الامتحانات بخصوص بكالوريا أو شهادة التعليم الابتدائي والأساسي، والخروج الكثير من الجزائريين في عطل خاصة الفئة الكبرى وهي الجامعات وقطاع التعليم والتربية، مما يضع الحملة الانتخابية في أريحية، لأنه في ديسمبر من 2019 كان هناك خلل إن صح التعبير، لأنها كانت انتخابات استثنائية بعد أن كانت في 4 جويلية من نفس السنة 2019 وتم تأجيلها إلى ديسمبر بسبب عدم وجود مترشحين آنذاك. اليوم أعتقد أنه قرار مناسب وقرار سيادي أيضا يخص الجزائر دون غيرها. إذن دكتور، يعني ترى بأن الأسباب التي تم إيضاحها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون هي يعني أسباب واضحة، ولكن هناك تهويل، برأيك ما التهويل؟ لماذا أيضا لجأ الرأي العام إلى هذا التهويل، وكيف ترى هذه الآراء؟ هو هذا التهويل لأنه كان هناك بعض الأطراف الدولية والإقليمية حاولت ترويج لأخبار مغلوطة مفادها بأنه هذه الانتخابات قد تؤجل أو قد تلغى أساسا، لكن كان يستلزم على الرئيس، يستلزم على الجزائر أن ترد بشكل واضح وبشكل يعني قطعي، مثل ما فعل الرئيس عبد المجيد تبون عندما اختار تاريخ هذه الانتخابات التي تكون قبيل الدخول الاجتماعي كما نسميه في الجزائر، يعني دخول المدارس والجامعات ومعظم الموظفين القطاع العمومي إلى مناصبهم وأعمالهم، وحتى لا تتعطل. يعني تخيلي سيدتي، من الصعب أن تجرى انتخابات رئاسية وحملة انتخابية التي تكون خلال 20 أو الشهر الأخير ما قبل تاريخ الانتخابات، يعني ستكون أثناء الدخول موازاة مع الدخول الاجتماعي، سوف تكون أيضا أعتقد أن الأمر مرتبط ولو ضمنيا بالانتخابات التي ستجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الأمر يبدو بعيدا إلا أنه هناك حسابات أعتقد دولية وإقليمية أيضا أخذت بعين الاعتبار لاختيار هذا التاريخ. نعم دكتور، يعني لا توجد حتى الآن أسماء مهمة من المستقلين ترغب في دخول السباق الانتخابي الجزائري، برأيك ما السبب وراء عدم بروز اسم محدد حتى الآن؟ ما هو الأكيد اليوم الساحة السياسية في الجزائر أصبحت تعيش حالة من السبات، وهذا مع الأسف نقولها تعودنا عليه من طرف الأحزاب السياسية بشكل خاص، ثم الشخصيات المستقلة كثيرا ما عودتنا على ما يعرف بالوقت بدل الضائع. يعني بروز هذه الأسماء سيدتي الكريمة سيكون مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة بشكل رسمي في 8 من جوان المقبل بحول الله، وفتح المجال للترشح وسحب الاستمارات المخصصة لذلك. لكن هناك نشاط بدأ على مستوى الأحزاب وعدد من التكتلات، عدد من لكن الشخصيات المستقلة صعب أن شخصية مستقلة اليوم ربما تبرز في هذا الظرف السابق لأوانه بكثير. نعم دكتور، يحظى الرئيس تبون بشعبية ملحوظة لكن لم يعلن ترشحه حتى الآن، ما توقعاتك في هذا الصدد؟ والله أعتقد الأمر من ناحية الدستورية، من ناحية القانونية ومن ناحية الشرعية والمشروعية، من حق الرئيس أن يترشح. الرئيس تقدم ب يعني تعهدات 54 تعهدا أنجز منها الكثير، ربما بقي القليل. فترة كانت صعبة على الجزائر، فيها الكثير من جائحة كورونا التي أوقفت الكثير من المشاريع
الإصلاحية، لكن هناك سيرورة لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. أنا أعتقد من ناحية كمتابع أنه الرئيس سوف يترشح وسوف يحظى بثقة الشعب، لأنه اليوم أعتقد أنه الشعب، أنا يمكن أن نتحدث باسم 45 مليون جزائري، لكن يمكن القول أنه هناك شبه انعدام ثقة من طرف الأحزاب السياسية التي من الصعب اليوم أن تخوض هذه الانتخابات كما كان في السابق، لأنه بحث الأحزاب الكبرى مثل التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير أو جبهة المستقبل أو جبهة البناء، هناك توافق اليوم مع الرؤى، مع السلطة، مع عبد المجيد تبون. لذلك أتوقع أن الأحزاب الكبرى سوف تدعم ترشح عبد المجيد تبون، وستظهر بعض الأسماء في الوقت المناسب، لكن أعتقد أنه الأمر حتى لا أقول قضية، لكن لا أعتقد أنه ترشح تبون سيكون مفاجأة لنا. يعني دكتور رضوان، دائما ما نجد بأن الجمهور أو يعني المواطن في الشارع ينتظر ويتكهن بالأسماء المترشحة للانتخابات، لكن يعني توقعاتك دكتور رضوان، هل هناك أسماء بعينها من المتوقع أن تترشح للانتخابات؟ والله أعتقد أنه يمكن خلق نوع من التكتلات الحزبية حتى تطرح اسم واحد، لأنه مع الأسف الأحزاب الموجودة هي أحزاب صغرى وأحزاب مجهرية إن صح التعبير، لا يمكن أن تقدم مترشحا توافقيا، لكن يمكن لهذه الأحزاب أن تجتمع في تكتل وتقدم مترشح واحد على الأقل يكون بالحجم الذي يمكن له أن يخوض هذا السباق، لأنه ليس أي شخص يعلن ترشحه سوف يكون له ذلك، لأنه هناك إجراءات من بينها جمع عدد من الاستمارات على مستوى عدد من الولايات والمقاطعات الجزائرية، والأمر صعب بالنسبة لهذه الأحزاب الغير منظمة التي لا تحظى أيضا بالشعبية على مستوى كل الولايات. لذلك الأمر يحتاج إلى تكتلات في انتظار طبعا مفاجآت ربما أخرى لشخصيات ربما تترشح فيما بعد. نعم، عدد من الأحزاب. كل شكر لك دكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الجزائر، شكرا على كل هذه التفاصيل. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من الجزائر الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور. هل يمكن القول أن المغزى من قرار تبكير موعد الانتخابات هو إعلان الرئيس تبون بدء عودة الجزائر إلى وضعها الطبيعي بعد الانتخابات التي عقدت في 2019 والتي جاءت نتيجة حراك في الشارع ما أدى لتأجيلها من يوليو إلى ديسمبر 2019؟ فهل يعني أن الجزائر يعني تقدم موعد الانتخابات، هذا يعني بأنها ليست في أزمة أو في حالة طوارئ؟ دكتور؟ دكتور أحمد؟ دكتور أحمد، هل يمكن القول أن المغزى من قرار تقديم موعد الانتخابات هو إعلان من الرئيس عبد المجيد تبون بدء عودة الجزائر إلى وضعها الطبيعي، خاصة بأن الانتخابات التي عقدت في 2019 جاءت نتيجة حراك في الشارع وهذا الذي أدى إلى تأجيلها شهرين في 2019؟ فهل يعني بأن الجزائر عندما تقدم موعد الانتخابات أنها ليست في أزمة أو في حالة طوارئ؟ نعم، إذن فقدنا الاتصال بالدكتور أحمد ميزاب، ونتحول إلى جولة سريعة في صحافة المغرب العربي، ونبدأ من مقال نشر بصحيفة الشروق التونسية والذي احتفى بعودة الحياة إلى المشهد السياحي بعين الدراهم في ولاية جندوبة بعد غلق دام أكثر من 10 سنوات، حيث عادت الحياة لتدب من جديد بشكل مبهر ولافت في نزل الغابة بعد أن تم اقتناؤه من طرف مستثمر ليكون جاهزا للزائرين. ونزل الغابة بعين دراهم يعتبر تحفة معمارية بني على ربوة مرتفعة بجبل متوسط الارتفاع.
أما صحيفة الخبر الجزائرية فقد وصفت عملية استرجاع قيمة الدينار بالهدف السيادي، وقالت الصحيفة إن رفع سعر صرف العملة الوطنية يمكن أن يتم من خلال عدة آليات، ومن بينها زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث يمكن أن تجذب رؤوس الأموال وتعزز الطلب على العملة الوطنية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرفها، فضلا عن تحفيز الصادرات، بحيث أن دعم الصادرات عن طريق توفير مزايا تنافسية للمصدرين مثل الدعم المالي أو تخفيضات الضرائب يمكن أن يزيد من الطلب على العملة الوطنية، وبالتالي يرفع من قيمتها. بينما أجرت صحيفة هسبريس المغربية مقابلة مع الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي بشأن تفاصيل عملها المسرحي الجديد وعودتها مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، وقالت الفاضلي إن 30 سنة من الضحك بمثابة عيد ميلاد تحتفي به على خشبة المسرح ليكون احتفالها أمام الجمهور. وعن تفاصيل عملها الفني الجديد قالت إنها حاولت المزج بين الفكاهة وبين المسرح. وبالعودة إلى ملفنا الرئيسي من الجزائر، ينضم إلينا من جديد الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. بداية، يعني ما هو المغزى من قرار تبكير موعد الانتخابات الجزائرية؟ هل هو يعني إعلان من قبل الرئيس عبد المجيد تبون بعودة الجزائر إلى وضعها الطبيعي، خاصة بأن الانتخابات التي عقدت في 2019 جاءت نتيجة حراك في الشارع الجزائري، لذلك تم تأجيلها شهرين من يوليو إلى ديسمبر، فهل يعني تقديم موعد الانتخابات بمثابة إعلان أن الجزائر هي ليست في أزمة أو في حالة طوارئ؟ إذن فقدنا من جديد الاتصال بدكتور أحمد ميزاب. فاصل ونواصل معها نشرتنا المغاربية لهذا اليوم، ابقوا معنا. وإلى تونس، حيث أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على موكب الاحتفال بذكرى عيد الشهداء، وزار الرئيس التونسي متحف الذاكرة الوطنية بسيقومي بهذه المناسبة، وأكد أن تونس ستبقى مستقلة أبد الدهر ودماء الشهداء لن تذهب هباء. وأشار سعيد إلى أن تونس أمانة وسيادتها الكاملة كذلك أمانة. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من تونس سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح. أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، كل عام وأنتم بخير بداية. ولكن يعني دعني أذهب إلى أثر إحياء مثل هذه الأعياد الوطنية في نفوس التونسيين. أستاذ سفيان، سمعك. ما أثر إحياء تلك الأعياد الوطنية في نفوس التونسيين؟ بالتأكيد تبقى الأعياد الوطنية خاصة هي ذكرى تحيي النفوس في والذاكرة جميع التونسيين، خاصة أن الأعياد تلخص يعني تاريخ تونس منذ ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، وتجسد يعني تقريبا أعياد وطنية عاشها التونسيون، وفيها ربما فيها ذكريات، فيها السيء
وفيها الجميل عيد الشهداء أو عيد الاستقلال أو عيد الجمهورية أو عيد النصر أو عيد الثورة، كلها أعياد ما زالت راسخة في أذهان التونسيين من السلطة إلى أبسط مواطن تونسي. هي أعياد وطنية للأسف قلت في السنوات الأخيرة، خاصة ما بعد الثورة، التعامل معها أو التفاعل معها، لكنها تبقى ذكرى في أذهان خاصة من عاش تلك الفترات ومن عايش تلك الأيام ومن عايش تلك يعني الذكريات التي لن تمحى باعتبارها راسخة وباعتبارها خلفت يعني أثر لها وخلفت تبعات. يعني لا يمكن محو، لا يمكن أن نعيش الحاضر والمستقبل دون أن نعيش الماضي. يعني أستاذ سفيان تقول بأن يعني لم تعد هذه الأعياد الوطنية أو هذه الذكريات الوطنية لها نفس الاهتمام في السابق، ولكن يعني إذا ما تحدثت عن عيد الشهداء وهو أهم الذكريات الوطنية في تونس، هل أن الحكومة التونسية منحت هذا الحدث حقه من الاهتمام، خاصة يعني كما ذكرت بأنه مهم للأجيال التي عاصرت، ولكن ماذا عن الأجيال الجديدة؟ هو يعني كل سلطة تحكم البلاد لها رؤية ولها نظرية ولها يعني الأعياد أصبحت مشخصة أكثر منها، يعني شخصية ومشخصنة، يعني رؤية من يحكم البلاد في الحاضر أو في الماضي لهذه الذكريات حسب هواه وحسب يعني رؤيته يكون الاحتفال بهذه الأعياد والذكريات. الحكومة التونسية بالتأكيد منحت كالعادة يوم راحة وهو يوم عيد، لكن لا نشاهد سوى ذلك، لا نشاهد بهرج أو لا نشاهد خاصة في عيد الاستقلال الذي كنا نرى فيه الأعلام التونسية ترفرف في الشوارع وفي عديد الإدارات، لم نعد نرى مثل هذه البهرج وهذه الأعلام. لكن الواضح والمؤكد أن الأعياد الوطنية هي ذكرى، والأعياد الوطنية هي في كل عيد، يعني في كل عيد هناك 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 حدث ما، يوم 20 مارس استقلال تونس ويوم 9 أفريل الذي عشناه منذ يومين أو 3 أيام هو عيد الشهداء الذي سقط فيه يعني الذي أحيانا تقريبا الذكرى 86 والذي سقط فيه شهداء والذي انطلقت من الشرارة يوم 9 أبريل، هو كانت الشرارة التي انطلقت منها يعني الحرب الاستقلال والتوجه والتحركات نحو استقلال الدولة الذي أتممناه يوم 20 مارس 56. عيد الثورة كذلك، يعني هي الثورة مجيدة انطلقت يوم 17/12 وانتهت كما نعلم بسلطة جديدة يعني تخلي الرئيس ذي العبد بن علي عن مقاليد البلاد وفراره نحو السعودية، وانطلقت فيها تونس في مرحلة جديدة نعيشها إلى اليوم. هي ذكريات الأكيد أن الأجيال الحاضرة مثل ما احنا عشنا ولسنا وبقينا نستذكر يعني عيد الاستقلال الذي لم نعشه وعيد الشهداء الذي لم نعشه ومناسبات سابقة، الأكيد أن الجيل القادمة ستستحضر هذه الأعياد. نعم. التي تبقى يعني تابعة للدولة والسيادة التونسية، ولا يمكن لأي كان يعني محوها بجرة قلم أو تغييرها أو أي شيء. نعم. هي ذكريات حتى في كتب التاريخ وحتى في الكتب المدرسية يعني مذكورة وموجودة. أستاذ سفيان، يعني بهذه المناسبة ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد كلمة أكد فيها على أن تونس ستبقى مستقلة أبد الدهر، وذكر بأن دماء الشهداء لن تذهب هباء، وأشار إلى أن تونس أمانة وسيادتها الكاملة كذلك أمانة. يعني كيف قرأت هذه الكلمة؟ هي كلمة يعني كلمة وطنية، كلمة تعني الكثير، تعني أن 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 حق تونس في سيادتها وهو حق لا غير متنازع عليه، وهي رسالة موجهة إلى البعض من باعوا ضمائرهم، البعض من ارتموا في أحضان الخارج ضد سيادة الدولة، ضد الوطنية، ضد تونس العزيز علينا. كلمة رئيس الدولة واضحة، يعني السيادة حق وخط أحمر، الشهداء الذين فدوا هذه البلاد وهذه الدولة وهذه الأرض بدمائهم
سيذكرهم التاريخ وسنبقى يعني نذكرهم، ليسوا شهداء ما قبل الاستقلال، ولكن الشهداء هم شهداء يعني ما قبل الاستقلال وشهداء الاستقلال، والشهداء الذين ذهبوا ضحية العشرية السوداء بما فيهم الشهيد محمد براهمي، بما فيهم الشهيد شكري بالعيد، ثم الشهداء من السلك الأمن والجيش الذين ذهبوا ضحية الغدر والإرهاب، كلهم شهداء. يعني ليسوا، لن نقول، لن نستثني أحدا من الشهادة، باعتبار لا استثني أحدا ممن قدم لهذه البلاد، ممن قدم لتونس العزيزة علينا دمه، ويعني ضحى من أجلها، هو يبقى شهيد. عيد الشهداء الذي كنا نحتفل به سابقا، ويعني هو خاص ونخصصه فقط لشهداء ما قبل الثورة الذين أتوا بالاستقلال، اليوم نحتفل بعيد الشهداء من ما قبل الاستقلال إلى اليوم، يعني حتى شهداء الثورة وجرحاها وشهداء العشرية السوداء الذين ذهبوا ضحية الإرهاب، هم شهداء نحتفل بذكراهم مثل ما احتفلنا منذ شهر تقريبا بذكرى استشهاد الوطني شكري بالعيد، وفي شهر 7 سنحتفل بذكرى يعني استشهاد محمد البراهمي، وهم يعني سيخلدهم التاريخ مثل ما خلد غيرهم. نعم، كل شكر لك أستاذ سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح، كنت معنا من تونس. بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي دياب العقبات التي تواجه المواطنين في إقامة شركات أهلية أثبتت جدواها ونجاحها في عدد من ولايات الجمهورية، وشدد سعيد على ضرورة تذليل كل العقبات ومعاونة المواطنين والشباب على تأسيس شركات أهلية، كما دعا رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بفئة الشباب. زار الرئيس التونسي قيس سعيد مدينة الحمامات، حيث بحث تآكل الشاطئ الذي غمرته مياه البحر إلى جانب تفاقم التلوث البحري نتيجة توجيه مياه الصرف الصحي إلى البحر. وأكد سعيد على أنه يجب حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمحافظة عليه وما يحدث في عدد من الشواطئ بولاية نابل وغيرها من الولايات يعتبر جريمة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الانجراف ولتآكل الشواطئ وتلويثها بمياه الصرف. أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني أهمية النهوض بالصناعات التونسية المحلية المتعلقة بمعدات السيارات نظرا لما يمكن أن يساهم به هذا القطاع إيجابيا في الاقتصاد التونسي. هذا وأقرت الحكومة التونسية بلورة رؤية استراتيجية تهدف للنهوض بقطاع صناعة معدات السيارات بأنواعها في تونس، وذلك في إطار مخطط للتنمية حتى 2030. أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس الماضي، وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي إن استقرار معدل التضخم يعود لاستقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2% في مارس وفبراير الماضيين. وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8%، وقال إن توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم. قال وزير الزراعة التونسي رضا قربوج إن الوزارة ستواصل العمل بنظام الحصص في توزيع الماء الصالح للشرب رغم تحسن الوضع المائي مقارنة بالعام الماضي، وأوضح إن وضع الماء هذا العام أفضل من العام الماضي من حيث الإيرادات بسبب ارتفاع معدل هطول الأمطار، مشيرا إلى أن مخزون المياه بالسدود ارتفع بنسبة 18%، لكن نسبة امتلائها لم تتجاوز 37%، كاشفا استمرار التعامل بنظام توزيع الحصص. هذا وتعاني تونس من موجة جفاف حادة منذ 5 سنوات أدت إلى تراجع مخزونها من المياه، إذ بلغت معدلات امتلاء السدود أدنى مستوياتها بنسبة 23%.
وفي الجزائر، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات في فلسطين والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي. وشدد تبون على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير القسري ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأكد ثبات مواقف الجزائر ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحق وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية. أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن أن 6 أشهر من الحرب في قطاع غزة دفعت السكان إلى براثن الجوع. كما أكد مندوب الجزائر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويستخدم آلة القتل التي ترتكب وتنتهك جميع القوانين الدولية في ظل إفلات تام من العقاب. وأدان مندوب الجزائر كل جرائم القتل الوحشي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والعاملين في المجال الصحي. بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع ممثلي شركات أمريكية كبرى للطاقة عدة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع. أوضح الوزير الجزائري أنه تم التأكيد على إمكانات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين، وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال. بحث أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري بالعاصمة الكينية نيروبي مع نظيره موساليا مودافادي سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور والتنسيق حول تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا. وتم الاتفاق على تنشيط الإطار المؤسساتي للعلاقات الجزائرية الكينية من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ومجلس الأعمال، وكذلك تعزيز التشاورات والمشاورات السياسية على كافة المستويات. تظهر قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا تصدر كل من نيجيريا والجزائر إمدادات القارة السمراء إلى السوق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، وحلت الجزائر بالمركز الثاني في قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا بحجم صادرات النمى إلى 3.1 مليون طن. مع حلول عيد الفطر تنطلق أعمال الخير في الجزائر، ومن خلال مبادرة لبسة تم دعم الأطفال المحتاجين من خلال تزويدهم بملابس من أجل إطفاء بهجة العيد في قلوبهم. نتابع. بهدف دعم الأطفال المحتاجين من خلال تزويدهم بملابس جديدة قبل عيد الفطر، تحاول منظمة خيرية جزائرية أن تنشر الأمل في أعينهم من خلال مشروع لبسة الذي تنظمه مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية ويديره فريق من المتطوعين من الشباب والطلاب في تقديم تجربة تسويق مجانية خاصة للأطفال المحتاجين. زغنا هديت برك سيتي لو بروميير جور البارح ابخي اليوم قلت لازم نروح باسكو جو الهابينس تاع لي زونفون صغار كيفاش يعنقوك كيفاش يقول لك صحه طاطا كيفاش يفرحوا ميم كي يعجبوهم الحوايج جو سان في شو كور سورتو كو انا نحب هاد جو عفايسه كتلصق لي فيتمون تسمى كي تشوفهم يفرحوا جو مادا بيا يعجبهم لي ستيل جو. اليوم هنايا عندنا مشروع لبسه، يعني وين اي واحد محتاج يجي يدي اللبسه تاعو يدي دون اي احراج دون اي شيء، يدي اللبسه تاعو يخيل الحذاء اللي سادو ويخرج عادي ويعيدو بالصحه ولهنا. وتعتزم المؤسسة من خلال مشروع لبسة التبرع بعدد 4000 قطعة ملابس للأطفال المحتاجين والمرضى، فإلى جانب السوق ستوزع المؤسسة جزءا من الملابس على الأطفال المرضى في المستشفيات والباقي على أطفال معوزين في جميع ولايات الجزائر. اليوم رانا في إطار مشروع لبسة أحد مشاريع مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية. الهدف من المشروع هو حفظ كرامة المستفيدين دون فاصون وين كي يجيو، يعني يجيو يتسوقوا يدخلوا كوم مارشي
ويختاروا حافظين لكرامتهم، يخير الألبسة اللي تولمه اللي تجيه اللي تعجبه، ومن هذا يقدر يعيد. وهذا هو الهدف من المشروع، وهو توزيع كسوة العيد. عندنا بطبيعة الحال هذا السوق الخيري، كما عندنا تاني تقوى في الولائية يتم توجيه كسوة العيد إليها، وعندنا كذلك توزيع نحو المستشفيات خاصة مرضى السرطان. يمثل هذا المشروع مبادرة خيرية مهمة تضيف البسمة والبهجة على وجوه الأطفال المحتاجين وتأكيد شعورهم بفرحة العيد. إلى الشأن المغربي، حيث دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة. ودعا ملك المغرب القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج من حالة الانقسام والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجدد الملك محمد السادس التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية. أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على تميز العلاقات القائمة مع المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة للمغرب خلال فبراير الماضي أعطت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية. وأضاف سانشيز أن بلاده ترتبط بتعاون ممتاز مع المغرب، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إضافة إلى المجالين الثقافي والرياضي. هذا ورحب سانشيز بتحسن وتحسين التعاون في المسائل الأمنية والمالية والتجارية بين البلدين، ودعا لضرورة تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه والبنية التحتية والنقل بين البلدين. كشفت بيانات مكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنسبة 17.5% خلال فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 650 مليون دولار في فبراير 2024، مرتفعة من 550 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حصول شركة لوكهيد مارتن على صفقة جديدة تهم دعم استدامة طائرات F-16 المغربية، تشمل عددا غير محدود من الخدمات. وفي بيان لها أكدت الوزارة أن هذا العقد ممتد حتى فبراير 2025، ويشمل الخدمات الهندسية والفنية والدعم والاستدامة وإدارة التكوين والدعم الخاص ببرنامج ضمان سلامة نظام الطائرة ودعم الاستعداد للمهمة والاستدامة والموثوقية وقابلية الصيانة لنظام الأسلحة بمقاتلات F-16. أحبطت سلطات الأمن المغربي في مدينة الفنيدق محاولة 200 شخص أثناء محاولتهم التسلل والعبور بطريقة غير مشروعة صوب مدينة سبتة. وأوضح مصدر مسؤول في المدينة أن محاولة الهجرة غير المشروعة هذه نفذها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا تسلق السياج الحديدي. تتواصل أزمة الجفاف في المملكة المغربية، حيث أثرت ندرة الأمطار على الموسم الزراعي بنسبة 70%، وأعلنت الحكومة المغربية عن تراجع نسبة ملء السدود إلى نحو 23%. نتابع. أجواء متقلبة رسمت المغرب وسط تساقطات مطرية ضعيفة وخزانات جوفية مستنزفة وصلت إلى درجة من الخطورة في وقت تعلن فيه المغرب عن استراتيجيات عاجلة لمواجهة التحدي.
المملكة المغربية سجلت عجزا في التساقطات المطرية خلال الموسم الزراعي الجاري بنسبة 70% مقارنة مع المعدل، كما تراجعت نسبة ملء السدود إلى نحو 23% مقابل 31.5%، في حين تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 مترا مكعبا سنويا في سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا في سنة 2020 وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والماء المغربية. الحكومة في المغرب أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف المزمن الذي تعاني منه المغرب، لتصدر الحكومة إجراءات تطبق بقوة القانون، بدأت ببعض المدن المغربية من أجل الحد من هدر المياه وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب. الإجراءات التي أعلنت عنها المغرب شملت بموجب القانون منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية. ليبقى السؤال، هل تنجح هذه الإجراءات في القضاء على الجفاف بالمغرب؟ وهل من إجراءات جديدة منتظر الإعلان عنها؟ وإلى الشأن الليبي، حيث أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي على دور الحكومة المكلفة والقوات المسلحة وصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة لتلبية نداء الوطن والإنسانية لرفع المعاناة عن أهل مدينة درنة التي دمرها الفيضان، كما أكد استعداده لتقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة إمكاناته لتعود درنة زاهرة كسابق عهدها. هنأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الليبيين بمناسبة حلول عيد الفطر، معربا عن أمله أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والسلام، ودعا باتيلي الليبيين إلى استمرار التكاتف والتضامن الذي نفذوه خلال شهر رمضان، مطالبا بأن يعد ذلك نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني محادثات مع نظيره الرواندي بول كاغامي في العاصمة كيغالي، وقالت رئاسة موريتانيا إن المحادثات تطرقت إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من مستوى التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يأتي ذلك على هامش مشاركة الرئيسين غزواني وكاغامي في إحياء الذكرى 30 للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. أكد وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ويلد شروغا أن موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات العسكرية والأمنية لحماية حدودها، وأشار إلى أن الجيش الموريتاني يحمي الحدود بالتعاون مع الدول المجاورة وفقا للطبيعة الجغرافية للحدود، وأشار إلى أن اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تعبئة المياه السطحية سيبني 36 سدا في عشرات البلديات في عدة ولايات بتمويل بلغ 5 ملايين يورو، كما أنه يهدف لتحقيق الأمن الغذائي في هذه المنطقة وتلك المناطق أيضا من خلال التركيز على الاستغلال الأمثل للمياه السطحية.
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوق المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا ليلي بيترز يحيى. تناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي حكايتنا المغاربية نبقى في موريتانيا إلى واحدة من أهم مدنها وأكثرها ثراء وهي مدينة ودان المصنفة على قائمة التراث العالمي فلنتابع. يقال إن 3 حجاج وربما 4 مروا وسط تلك الصحراء وقرروا بناء تلك المدينة التي تبعد أكثر من 600 كيلومترا عن العاصمة الموريتانية نواكشوط. في ذلك المكان تقع مدينة ودان التاريخية التي تصنفها اليونسكو ضمن التراث العالمي ويعود تأسيسها للقرن 6 الهجري. ورغم وجودها وسط الصحراء فقد سطع نجمها كمركز إشعاع علمي وثقافي وأطلق على أحد شوارعها 40 عالما. بنيت ودان في طريق القوافل التجارية ما جعل لها أهميتها التجارية وسط الصحراء بوصفها مجمعاً لطرق التجارة على المحور الغربي للبلاد. مكانة ودان الاقتصادية جعلتها مطمعاً للعديد من الغزاة ما دفع سكانها لإنشاء سور عظيم يسد تطلعات الغزاة. العقود 3 الأولى من القرن 19 تعد فترة الازدهار الذهبية للمدينة بسبب موقعها المتميز والأمن والاستقرار اللذين وفرهما سور ودان، وكذلك كرم أهل المدينة الذي ذكروا في العديد من كتب التاريخ إذ قيل عنهم إنهم كانوا يفتحون في كل حي داراً للضيافة. تتكون المدينة من جزئين أحدهما غير مأهول بالسكان ويسمى المدينة القديمة إلى جانب الجزء الآخر المأهول بالسكان ويضم العديد من المباني الإدارية الخاصة بالمدينة. ومع تطور الحياة سرعان ما تحولت ودان إلى مدينة تاريخية وأصبحت موقعاً يجتذب السياح بينما تشبث عدد قليل من سكانها بموطنهم الأصلي عن طريق خلق أنشطة زراعية واقتصادية وسياحية بديلة عن تجارة القوافل والتي عاش عليها أجدادهم المؤسسون. انتهت حلقة اليوم من حديث المغرب العربي، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل دمتم بألف خير وشكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.